احنا عايزين نتعرف على نشاط الشركة ونعرف ازاي هتقدري تساعدي كل عريس وعروسة. الاول بس حابه اقول لك ان احنا اراضي شركه تنظيم حفلات، وعندنا قاعات يعني موجوده جوه نادي الاوتوميا جاردنز. القاعات دي احنا بنديرها، يعني بنقدم للعروسه والعريس كل الخدمات اللي ممكن يبقوا عايزينها عشان يعملوا الايفنت بتاعهم او الفرح بتاعهم او الخطوبه ايا كانت. يعني بنقدم الديكوريشن، بنقدم الاكل، البوفيهات، يعني اي حاجه ريليتد باليوم ده احنا المفروض مسؤولين عنها. الفكره بس انه احنا بنحاول نشتغل على ميزانيه المصريين العاديين، يعني مش الحاجات الاوفر بادجت. احنا بنحاول بتعاون مع اداره النادي ان احنا نقدم يعني احسن خدمه باقل تكلفه، بلس ان احنا كمان عاملين ديلز مع شركات كتير قوي، انه شركات عشان نقدر نقسط الفرح. مؤخرا يمكن بقى لنا سنه عندنا ديلز مع شركات زي فاليو كونتاكت وامان وشركات كتير قوي، نقدر نقسط الاماونت بحيث ان هي تبقى حاجه شهريه بسيطه، لانه في ناس كتير قوي بتقول لا طب بلاش الفرح وبعديها بتندم انه لا ما لبستش الفستان الابيض، ما عملناش فوتو سيشن، ما خدناش صور، ما يعني ما اتبسطناش. فاحنا دايما بنقول للناس اللي هو لا يعني نعمل فرح ونحاول يعني نحدد ميزانيه معينه، واحنا شاطرين قوي في انه حد يدينا ميزانيه نشتغل عليها ونطلع احسن حاجه، سواء الاكل، الديكار، الشكل العام، التصوير، الفيديو، الكلام ده كله باقل تكلفه، وكمان بقى نقدر نقسط. فالموضوع سهلناه قوي يعني دلوقتي. قوي قوي موضوع ان يبقى في شركه تنظم اللي هم البلانر بتاعه المناسبات او الافراح بالذات، دي طبعا حاجه بقت جديده ما كانتش موجوده زمان، بس هي بقت بصراحه بتسهل على العريس والعروسه كتير قوي. طبعا بصي بتسهل كتير لسبب، لانه يعني هو في الاخر العريس او العروسه بيشتغلوا شغلانه معينه ما عندهم اكسبيرينس في المجال بتاعهم، لكن كخبره في المجالات التانيه مش هتبقى متاحه. صح. ففكره ان هم يجربوا في نفسهم دي حاجه اكيد مش يعني يعني خطيره قوي، ريسكي، يعني انه انا اجرب لسه هجرب اجيب ديكور، لا انا اللي هنزل اشوف الفلوريست وانا اللي هقول له الديزاين ويا طلع زي ما انا عايز يا طلع مش زي ما انا عايز، لا هجيب ترابيزات مثلا من سبلاير معين، لا الفيديوجرافر ده لسه هيجرب فيا، الفوتوجرافر ده لسه هيجرب فيا. الاحسن طبعا ان الناس تستعين بالحد المتخصص اللي يديهم احسن خدمه، وزي ما قلت لك باقل سعر، وكمان متاح اللي هي طرق دفع مختلفه. فالموضوع يعني سهلناه بصوره لطيفه قوي يعني.